ما بين معركة التعمير والحرب على الإرهاب، خاضت الدولة ملاحم في سيناء خلال العشر سنوات الماضية. فقد جاء ثورة 30 يونيو لتواجه الإرهاب والتطرف الذي تم زرعه في أرض الفيروز، وخاضت القوات المسلحة والشرطة معركة بطولية استمرت على مدار عقد من الزمن لتطهير الأرض من دنس الإرهاب الذي أرادوا له أن يكون خنجراً في خاصرة الدولة المصرية، ويثنيها عن طريقها الذي رسمت خريطته في 3 يوليو 2013. وفي الوقت الذي كانت يد الجيش تحارب الإرهاب في سيناء، كانت يد الدولة تمتد إليها بالتعمير والتنمية، حتى جعلت من أرض الفيروز أرضاً للنماء والخير لمصر، وباتت شبه جزيرة سيناء تجمع كل مكونات التنمية الشاملة. فعلى مدار السنوات الماضية تبدل الحال وتغيرت الأوضاع في سيناء بعد أن مدت الدولة شبكة طرق ضخمة غير مسبوقة لتكون شريانا للحركة والتنقل والتجارة والاستثمار، إلى جانب إقامة المشروعات التنموية الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية داخل أرض الفيروز. وبحسب الأرقام الحكومية تم إنفاق نحو 610 مليار جنيه على الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء فقط، بدون ربط ما يتم في أقليم قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، وذلك منذ عام 2014. ومع دوران عجلة التنمية في سيناء عادت الحياة إلى طبيعتها بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة على مدار السنوات الماضية، وهو الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير من القيادة السياسية وأهالي سيناء. وليس أبلغ من دليل على هذا سوى تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفيذ مهامهم. ملحمة كبرى خاضتها الدولة المصرية على مدار سنوات لتعبر بسيناء نحو التنمية والعمران، لتكون واحة للمشاريع التنموية الواعدة وتنعم بالأمن والأمان بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة وأبناء سيناء الشرفاء.